السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم: هذا التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة بمشكل تلفزيون فاصل تماما، لا لمبة ولا شيء. لاحظوا التلفاز يشتغل بأدابتر 19 فولت، إذن لاحظوا لا لمبة ولا شيء. إذن لنكتشف، تابعوا أصدقائي. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، به لوحة واحدة، اللوحة الأم، بدون باور سبلاي، لأن الباور سبلاي خارجية هذا الأدابتر هذا. إذن هذه اللوحة تعتمد في الأساس على 19 فولت. هذا 19 فولت موجود هنا دوائر، هذه الدوائر فهي محولات دي سي إلى دي سي. لدينا 19 فولت دي سي، موجود مثلا هذا الملف أو هذه الدائرة، تأخذ هذه 19 فولت تخفضها تحولها إلى جهد آخر، هذا الجهد ايضا تاخذه دائره اخرى محول دي سي الى دي سي، اوكي، وتخفضه تحوله الى جهد اخر وهكذا. اذا لان الجهاز لا يتوفر على باور سبلاي، الباور سبلاي فهي متعدده المخارج، فلدينا جهد واحد فقط هو 19 فولت. اذا هذا الجهد هو الاساسي، هو الذي يؤخذ منه جميع الجهود التي تحتاجها هذه اللوحة الأم، من بينها جهد ستاند باي. إذن لا توجد لمبة، إذن لا يوجد جهد ستاند باي. إذن أول شيء سأقوم به هو توصيل الجهاز ب 19 فولت، وأقوم بالفحص، فحص هذه الدوائر التغذية محولات دي سي إلى دي سي. إذن تابعوا أصدقائي. إذن سأقوم بتوصيل 19 فولت، أخذ المالتيمتر، لدينا هنا محول دي سي إلى دي سي، نفحص عبر هذا الكويل هذا. إذا لا يوجد جهد، إذا هذا المحول هذا فهو خاص بتغذية اللاقط ال ام بي، إذا لا مشكلة. ننتقل إلى الكويل الثاني، لاحظوا هنا لا يوجد جهد. طيب الدخل أيضا لا يوجد دخل، لأن كما شرحت لكم في الأول هذه المحولات هذه موجود من هو يأخذ 19 فولت ويخفضها مثلا إلى 12 فولت، هذا 12 فولت تدخل إلى محول دي سي إلى دي سي آخر يخفضها إلى 5 فولت، إذا هذا 5 فولت تدخل إلى محول دي سي آخر يحولها إلى 3.3 فولت، إذا هذا 3.3 فولت تدخل إلى محول دي سي إلى دي سي آخر يخفضها يحولها إلى 1.5 فولت، إذا هذا ما يعتمد عليه الطريقة والتقنية هذه في هذه التلفزيونات هذه التي تعتمد على جهد واحد وهو 19 فولت. إذا موجود هنا ملف آخر، إذا هنا موجود 12 فولت، جيد. إذا 19 فولت تحولت إلى 12 فولت، طبعا سوف نجد في الدخل هي حوالي 19 فولت، إذا الخرج 12 فولت. إذا هذه الدائرة سليمة، إذا هذا 12 فولت حتما ستدخل إلى محول دي سي إلى دي سي آخر ويخفضها مثلا إلى 5 فولت وهكذا كما شرحت لكم. إذا باقي المحولات أو باقي دوائر التغذية موجودة تحت المبرد، سأقوم بإزالة هذا المبرد هذا. إذا موجود هنا كويل أيضا، هذا الكويل هذا خاص بالدرايفر، درايفر إضاءة. إذا لو فحصنا هنا إذا لا يوجد جهد، طبعا لأن التلفزيون الآن فجهد ستاند باي غير موجود، وبالتالي كنترول التلفزيون فهو لا يقوم بوظيفته بحيث يشغل لنا أو يمرر لنا 19 فولت لدائرة الإضاءة، فهمتم؟ إذا هكذا تمشي الأمور. إذا سأقوم بإزالة هذه المبردة هذه ونكمل باقي الفحص. إذا أصدقائي بعد إزالة المبرد لاحظوا أثر للمخلفات الحشرات، وأيضا موجود هنا كاحتراق في هذا المحول دي سي إلى دي سي هذا. المهم سأستعمل الميكروسكوب لكي تظهر لنا الصورة بشكل أوضح. إذا لاحظوا أصدقائي أثر لهذه الأوساخ مخلفات الحشرات، وهي تتسبب في مشاكل، أعتقد هي السبب في احتراق هذا المكون هذا على هذا الشكل. موجود هنا دايود ظاهر عليه أثر الاحتراق، إذن كما تلاحظون موجود هنا شق. إذن سأقوم بالفحص على وضع الجرس، نشوف موجود قصر،
قصر صريح. رأيتم؟ إذن احتمال يكون سبب أدى إلى احتراق هذا الدايود هذا. أعتقد هذا دايود زينر، لأنه جاء متصل بين الأرضي، هدر الأرضي، والخرج، خرج هذا المحول دي سي إلى دي سي، هذه الدائرة هذه. إذن سأقوم بتوصيل الكهرباء. نشوف كم تأخذ من دخل. أعتقد الدخل هنا، عفوا، الدخل 12 فولت. إذن كما قلت لكم، تلك الدائرة التي وجدنا عليها 12 فولت التي تحول 19 فولت إلى 12 فولت، 12 فولت تأخذها هذه الدائرة هذه. حتما هذه الدائرة تحول 12 فولت إلى 5 فولت. أعتقد هذه الدائرة ستكون مسؤولة عن 5 فولت. إذن موجود هنا قصر، لا يوجد خرج. إذن سأقوم بفصل الكهرباء عن اللوحة. أعتقد هذا سيكون دايود زينر، واحتمال يكون احترق لسبب معين، ربما ارتفع الجهد. إذا كانت هذه الدائرة مثلا تخرج 5 فولت، ربما كان هنا أكثر من 5 فولت في الخرج مما أدى إلى احتراق الدايود زينر. هذا احتمال، احتمال أصدقائي، واحتمال وارد. إذن سأقوم بإزالة هذا الدايود هذا، ولكن قبلها سوف نقوم بالتنظيف. ننظف، راه هاد الأوساخ، أوساخ هاد الحشرة هذه هي التي تتسبب في هاد المشاكل. إذا كان احتمال ارتفاع للجهد، سيكون مثلا مقاومة الفيدباك، كما نلاحظ هذا المكون هذا ربما سوف يكون مقاومة، فهو متصل، لاحظوا، مع الكويل، ومتصل مع هذا البين في الآي سي. إذا لو كانت هذه مقاومة فيدباك مثلا، ووقع بها خلل، سوف يكون ارتفاع في الجهد بطبيعة الحال، لأن هذه الدائرة هذه تشتغل بالتقطيع، هذا الآي سي هذا راه يشتغل بالتقطيع بتردد معين، بحيث يخفض 12 فولت إلى جهد معين بواسطة التقطيع، وهذه الدائرة عندها فيدباك، حتى هي مقاومة الفيدباك متصلة مع الخرج، أوكي؟ إذن احتمال، هذا احتمال وارد. إذن سوف نقوم بالتنظيف بعد إزالة ذلك المكون، وأتمنى ألا يكون هذا الاحتمال هذا وارد في هذا التلفاز، بحيث لو كان ارتفاع للجهد بطبيعة الحال سوف يخلف يعني أضرار على مستوى باقي الدوائر. هذه مكتفة، هذه عبارة عن مكتف، جيد، كنت أظن بأنها مقاومة. أتمنى أن يكون هذا الدايود هذا احترق من تلقاء نفسه، يعني وقع به خلل داخلي واحترق، لأن الأسباب التي تؤدي إلى احتراق هذه الدايودات على هذا الشكل، وبالخصوص دايود زينر، فالأمر يكون خطير، يعني هو ارتفاع للجهد. فالاكسي فالكوس، إذن سأفحص من جديد. اختفى القصر أصدقائي، اختفى القصر، هذا الأرضي وهنا الخارج، إذن لم يعد موجود قصر، جيد. إذن سأقوم بفحص الدخل مع الخارج. الدخل هو 12 فولت في هذه النقطة مع الخارج. إذا نشوف قيمة المقاومة،
ربما تكون قيمة المقاومة صغيرة، وهذا يعتبر خطأ ويكون هو السبب في احتراق الدايود. إذا قيمة المقاومة كبيرة، لاحظوا 7 كيلو أوم، جيد جميل. إذا قبل استبدال ذلك الدايود أو سأقوم بتجريب بدون ذلك الدايود، لا مشكلة لا مشكلة أصدقائي. إذا سأقوم بتجديد السولدر على تلك المكتفة ضروري، لأن تلك الرطوبة تتسبب يعني في فقدان بينات المكتف، وبالتالي يبقى المكتف نو كونيكت يعني في اللوحة. أعتقد هذا المكتف هذا وجب استبداله أصدقائي. إذا أصدقائي لقد قمت باستبدال المكتف. لم تصور أو لم تسجل هذه اللقطة هذه لأن الهارد ديسك عندي امتلأ، لم أنتبه، لم تعد هناك مساحة، وبالتالي توقف التسجيل، لم أنتبه لهذا، وبالتالي لم تسجل اللقطة التي قمت باستبدال فيها المكتف. عموما لقد استبدلت المكتف. هذا الدايود نأخذه على جنب، المكتف هذا نأخذه على جنب. إذا الآن سأقوم بالتجريب، سأجرب بدون دايود، بدون تركيب هذا الدايود هذا، فلن يؤثر على شيء، في الغالب سوف يكون هذا عبارة عن دايود زينر. المهم سأقوم الآن بتوصيل الكهرباء، بسم الله. إذا لدينا لمبة حمراء، لمبة ستاند باي اشتغلت أصدقائي. إذا طبعا سوف نجد جهد على هذا الكويل هذا، عفوا سأقوم بتوصيل أرضي المالتيمتر. إذا لاحظوا موجودة 5 فولت كما توقعت في الأول، قلت لكم هذه الدائرة في الغالب سوف تكون مسؤولة عن 5 فولت، إذا هي 5 فولت مستقرة. إذا لدينا لمبة حمراء، هذه هي. إذا سأضغط على زر التشغيل، قبلها سوف أقوم بتكبير هذه الشاشة. إذا سأضغط على زر التشغيل، لقد استجاب. موجود صوت، إذا التلفزيون شغال. رائع جيد. إذا لو أبقيت الوضع على الحال هذا لن يؤثر على شيء، يعني هذا في الغالب سوف يكون دايود زينر واحترق بدون سبب، يعني السبب سوف يكون في داخله، يعني احترق من تلقاء نفسه ليس بسبب. لو لم يكن موجود ذلك الدايود في الأساس لما توقف التلفزيون. هذه نظرية، نعم نأخذها بالجد. وهتقولوا لي عاوتاني وعاملين ذلك الدايود، هما عارفين، هما متعارفين، يعني قليل ما نجد دايود زينر في الدوائر هذه، المحولات دي سي الى دي سي في الخارج. اذا سوف ابقي الوضع كما هو عليه، على مسؤوليتي. هذا هو. الان ناتي لنهايه الفيديو، اتمنى هذا الفيديو ان يفيدكم، لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب، والى الفيديو المقبل، مع السلامه، تحياتي لكم اصدقائي.